بسيادة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات سابقا. اهلا بيك يا سيادة. اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. طبعا حضرتك كنت في المطبخ، مطبخ العملية الانتخابية في وقت سابق. عايز اعرف حضرتك الايديولوجية هل اختلفت في مبدأ الانتخابات ولا هي نفس الفكرة؟ هو في البداية لما نحب نتكلم في الموضوع ده نتكلم يعني ايه الهيئة الوطنية للانتخابات. يمكن حضراتكم انتم متابعين، والاستاذ ماجد يمكن متابع الشأن السياسي من سنوات طويلة. احنا كان عندنا ادارات انتخابية مختلفة. انتخابات رئاسية كانت تديرها لجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، انتخابات البرلمانية لجنة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. في بعض الاوقات كان بيبقى فيها شخصيات عامة اختارهم مجلس الشعب والشورى، واحيانا اخرى ما كانش فيها اي شخصيات عامة. انتخابات المحليات كان بتديرها لجنة ادارية برئاسة وزير التنمية المحلية، وهذه اللجان تنفض فور انتهاء العملية الانتخابية وتشكل لجان جديدة. يعني ليست كيان مؤسسي كامل مستمر. بالضبط. العالم كله في مجال التنافسية الديمقراطية عشان يعترف بأي دولة ويدرجها في هذه التنافسية لابد أن يكون لها إدارة انتخابية ذات شكل خاص تتوافر فيها معايير مقرة دوليا من اليو ان إلكشنز ومن بعض المنظمات الدولية زي الاي ويب في سول في كوريا وإحدى المنظمات الأمريكية العاملة في هذا المجال. إحنا زرنا أنا شخصيا ومعي آخرين على فترات متباعدة كل هذه الدول وأيضا وإنجلترا وأسبانيا ورومانيا، الدول اللي هي تجارب عريقة في الانتخابات ومندرجة ضمن التنافسية الدولية في هذا المجال. عشان نعرف إيه شكل الإدارة الانتخابية اللي لو توفرت نقدر مصر تدخل كمنافس أو في هذه التنافسية الدولية في مجال الديمقراطية. فعرفت أنهم أربع معايير: الاستقلالية، الاستدامة، العمومية، النزاهة والشفافية. وده اللي بيتمتع بيه الهيئة الوطنية للانتخابات بترجمة دستورية قانونية. فالقيادة السياسية من بعد 2013 كان لديها حرص شديد على أن نلتزم بهذه المعايير الدولية وأن ننشئ كيانا يدير العملية الانتخابية بالشكل اللي يجعلنا في مصاف الدول الديمقراطية في هذا المجال. تفرق معنا إيه فندم في الخارج نظرة الناس في الخارج ليك والمخرجات أي عملية انتخابية؟ هي في الخارج وفي الداخل. في الخارج طبعا أنت بتكون محل احترام المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال. والعالم كله بيعي وبيعرف إيه شكل الإدارة الانتخابية اللي عندك وما يكونش فيها أي جوانب إدارية أو حكومية أو خلافه. يعني في الداخل طبعا بتكسب ثقة الناخب المترجمة حاليا على شاشاتكم كلها. يعني المبدأ الأول الاستقلالية، هذه المبادئ بصفة عامة نصت عليها المواد 208 و209 و210 في دستور 2014، بتنص على أن هذه الهيئة هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية ولها موازنة خاصة تدرك برقم واحد في الميزانية ولا تتبع أي جهة في الدولة. الاستدامة وضعت آلية لتداول الخبرة والحركة والتغيير داخل الهيئة بحيث أن يبقى فيها نوع من الاستمرارية في متابعة العملية الانتخابية والخبرات المتراكمة. العمومية هي بتدير جميع الانتخابات في مصر. محليات، برلمان، رئاسة، واستفتاءات عامة. الحيدة والنزاهة والشفافية، القانون 198 سنة 2017 اللي صدر ترجمة للمواد الدستورية اللي أنا قلتها قبل كده ذكر في المادة 3 منه 26 اختصاص للهيئة الوطنية للانتخابات. الستة وعشرين اختصاص تصب جميعها في خانة تحقيق أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية. ده ممتاز. فمن هنا الهيئة في عملها بتراعي الدستور والقانون وبتتخذ كل الإجراءات اللي بتحقق هذه الأهداف وهذه المعايير واللي بتترجم على أرض الواقع باللي احنا شايفينه من جدول إجراءات متقن أعلن يوم 25/9 الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأتباعهم، تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للسادة الناخبين، اتباع أقصى درجات الشفافية لتحقيق النهج بتاعها في هذا المجال. طيب. اسف للاطاله في الاجابه، معلومات قيمه للغايه. يعني استاذ ماجد انا عايز